كانوا الثلاثة هدول جنب بعضهم؟ هدول الثلاثة كانوا جنب بعضهم وقت اللي ضربت القذيفة. سبحان الله طلعتي بس ما الله كتب لي قسمة أنا يعني هيك أتشظى معهم يعني. الحمد لله رب العالمين الله يكرمه. إيش إصابته؟ هذه إصابته بإجري وبإيدي. هون في شظية هون وإيدها مكسورة. كسرت إيده يعني؟ بس لا تقلعهم. لا روحي لا. إيش شظية؟ محمد بإجري. بإجري. معتز ما في شيء بس معتز يعني صوابه قليل كان معتز حسبي الله ما في معتز اصاباته مخرضع كله من ظهره اجريه هون كيف هذول اجريه من تحت هون وقفه اي لا تحرك حبيبي لا تحرك ظهره كله مشظه في عمود الفقري هدول شو هدول كلهم شظايا هدول كلهم شظايا انت بالعظم هون في بالعظم دخلت بالمفارق كل هذا نيمات لك اليوم لو بعد ظهرك ما لا 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 عميلت خليه يعني فيه. اصابته الحمد لله الله ستر والله كله شظايا كله شظايا ظهره كله كله هيك طيب طلعوا له يا هون هلا حاليا ما في يعني الحمد لله بس يعني نحن حيدين الله انه يعني امور خطوره ما في عليه هون ان شاء الله بصيروا يعني كنا مجموعين كم واحد او ما حسينا شيء احنا واقفين نجمع بعضنا واقفين لحد البناية او ما حسينا شيء عملي بوف كلنا صرنا نطب الارض وصرنا نصيح عم طلع ابو بتشي طلعت كان قدامك حبشور مني ما كنت ما بشوف شيء لاني جاي كان بالزلح تمشيت عليهم عم حطوني بالسياره اخذوني على المشفى هذا هو وصلنا على المشفى وعم بقول له هي لله الله غيرك على الكرسي على التذكره والله العظيم وعم بصيح هي لله هي لله الله نحن الحمد لله رب العالمين ربيناه هون انه تكون ان شاء الله باذن الله تعالى لله تعالى نحن وروحنا واجسادنا وقوتنا وكلها لله تعالى لاعلاء كلمه الله سبحانه وتعالى الله يحفظ لك نحن ان شاء الله ما خرجنا انا واولادي وكلياتنا الا لله تعالى والشباب كلهم وقت اللي صوبوا معتز يقول له روحوا لعند اخوي دعوه انا ما في شيء يقول له روحوا خيو لعند معتز روحوا دعوه انا شايفينه هو ضربته اقوى منه فالحمد لله رب العالمين احمد يقول له روحوا لعند معتز محمد يقول له روحوا لعند معتز معتز يقول له روحوا لعند محمد فهن يعني كلهم حريصين انه هذه داوي اخوه هذه داوي اخوه الحمد لله ربنا على الامر هذا الحمد لله الله يحفظكم ما حدا غاب عن وعي ما هي لا 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 الحمد لله رب العالمين صاحيين وفضل الله راحوا وعم كبروا هذه يقول له الله اكبر عليك يا بشار الله اكبر عليك والله فضل الله يعني الحمد لله رب العالمين صاحيين وواعيين يعني على كل امر وعرفانين مين عم بضربهم ومين عم بقتلهم نحن الحمد لله رب العالمين عارفين مين غريمنا نحن يعني عم تحسن تحرك كل جسمك يعني اول يعني وقت ما بتحسن بس مو رابطي في صزايا ما بحسني على السوا هون في صزايا براسي في عبامل هون كأني تون حاسس السق عم بتحرك كان عم سوي انتخابات واثناء الانتخابات ضربنا فانا عم بستغرب يعني من الناس هي اللي عم تروح بتنتخبوا من طرف عم تنتخبه وطرف عم قتل في هالشعب اللي بأساس ده تنتخبه كمان هذا الشغل بديروا ينتخبه هو جريح يعني في قذيفته بديروا ينتخبه يعني ركبه بالقذيفة وقال له امشي على الانتخابات بالدم حسبي الله الله المشتكى المشتكى الله على الظالم ان شاء الله بإذن الله تعالى ما هي طويلة ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله بإذن الله تعالى هو نجح في سقوطه ان شاء الله